السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نرسم بعض العناصر في برنامج الريفيت. ممكن وانا شغال مش لاقي فاملي معينة برسمها، لو لقيت الفاملي باخد الفاملي واعدل فيها، يعني هيبقى التعديلات بسيطة مش هنعمل حاجة من الصفر. بس خلينا كده نعمل، كان في ورشة عمل لي مطبخ، فاقول له architecture component model in place، واقول له مثلا انا عايز اس ورك مثلا اوكي، واسمي ده مثلا كيتشن 1، اقول له اوكي، وابدا ارسم الكتله بتاعتي اهوت. الارتفاع بتاعها خليها مثلا متر، واقول له اوكي. طيب دلوقتي دي مثلا عايز اشوفها مثلا في ال 3D او في سيكشن، ممكن اعمل سيلكت كده واقول له وريها لي في 3D، وبعد كده اقول له edit in place، وابدا ارسم مثلا المكان، افرغ مكان عشان احط فيه دروب مثلا، اقول له void for، وابدا اختار انا هبدا ارسم على اني واجهة. انا لو بدات ارسم هيرسم لي على الجراوند، فاقول له انا عايز ارسم مثلا void في المكان دوت. طيب ال void ده هيبقى، اقول له موافق، وابدا اشوف هيبقى الخصائص بتاعته ايه اهوت. هو مختار كده، فاقول له لا خليها بس لحد هنا، ويطلعها لي شويه كده تمام. وتبدا بقى تشوف الارتفاع بتاعه قد ايه، اقول له مثلا عايز اعمل دايمنشن من الخط ده مثلا، دي الخط ده. خلينا نقول له architecture set، اقول له دي اي مثلا من هنا لهنا، ده تقريبا 90 تمام. ممكن تبدأ تمسك كده وتبدأ تظبط، ده تبقى 90 بالظبط. طيب عايز ابدأ بقى ارسم الدرج، فهقول له انا عايز ابدأ ارسم الدرج اهوت. بالشكل دوت، واقول له اوكي. قول مثلا ان انت عايز ترسم حاجة جمالية كده عليه، فممكن تقول له كرييت، وتقول له انا عايز ارسم سويب تمام، واقول له ست بيك ابلان، وارسم على الجزء دوت. هبدأ ارسم المسار بتاعي اهوت من هنا لهنا كده مثلا. وبعد كده بيج باص، اقول له موافق، ايه البروفايل، ابدا ارسم حاجه صغيره هنا، هو يبدا يعمل فولو ليها، فاقول له مثلا من هنا لهنا، واقول له مثلا في بوص مثلا من هنا لهنا. واقول له موافق، هيبدأ يعمل حاجة بالشكل دوت. ونقدر نعمل زي مقبض بالشكل دوت، بس عشان نرسم المقبض افضل ان انا ارسمه في شكل تاني. اديت ان بليس، اقول له كرييت، نعمل الاكستروشن بتاعنا تمام، هقول له ست بيك ابلان اللي على دوت كده. ممكن نرسم مثلا المقبض بتاعنا بالشكل دوت كده تمام، واقول له اعمل لي
سولوشن ده هيبقى مثلا 01 بالشكل دوت، وابدا ارسم لاين من هنا لهنا ولاين تاني من هنا لهنا، واقول له تي ار من هنا لهنا تي ار من هنا لهنا، واقول له موافق، ودي هتبقى 0.01 بالشكل دوت. هبدأ انقله بقى للص الشكل بتاعنا. طيب هقول له بقى ده ممكن تخليه يتحرك لهنا كده، ونبدأ ننقله للنص بالشكل دوت. وبعد كده هعمل سيلكت على ده وده وده، واقول له كوبي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فيبقى احنا عملنا الادراك. طيب الفراغ دوت ممكن اجي كده واقول له خليه لحد هنا. انا بعد ما خلصت دوت ممكن ابدا بقى اعمل سيلكت عليهم كلهم، بالشكل دوت. وبعد كده ممكن اروح قايل له ايه كوبي، وابدا انسخهم مثلا للمسافه ديت. او انا الفراغ من قرش الباقي، سيلكت بريفيس. طيب وليكن مثلا عايز اعمل درج هنا كمان، ماشي، فهبدأ اقول له كرييت وابدأ ارسم الدرج، او ممكن اخد انا مثلا دوت وابدأ اعدل عليه اهو بالشكل دوت كوبي. تمام، وابدأ اخليه مثلا بالشكل دوت. طيب دلوقتي انا عايز ابدا ارسم خط عشان يساعدني ان انا اكبر الجزء دوت، فمن كرييت ممكن اقول له مود لاين عشان اجيبها بالظبط اللي انا عايزه. ودلوقتي هعمل سيلكت على دوت واقول له اديت سويب بيج باص بيج 3D، اعمل سيلكت هنا وفي ار من هنا لهنا وي من هنا لهنا، ودوت هقول له دريت موافق موافق ديليت. ده ممكن نعمل له روتيت او ممكن نرسمه تاني مفيش مشكلة. هعمل ديليت واروح لكرييت واقول له عايز ارسم اكستروشن، واقول له ست، واقول له انا عايز ارسم في القطعة ديت. تمام، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مثلا ارك مثلا من هنا لهنا، وهقول له اوفست، وهبدأ ارسم اللاين برضه من هنا. بعد كده هعمل سيلكت على دوت على ده على ده. تمام، وبعد كده هقول له ميرور. طيب بيقول لي انت يعني حدد الحاجة اللي انت هترسم عليها، هقول له ست، واقول له بيك قبلان. انا هبدأ اعمل مثلا ميرور على
الروزاليت على الحوض دوت. تمام، هعمل سيليكت بقى على ده وده وده، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل ميرور هنا فين، يظهر معايا بالشكل دوت. وممكن تزيحه لو انت حابب. بالشكل دوت. طيب دلوقتي خلينا نعمل سيلكت على دوت، وابدا بقى اختار له ماتيريال. خلينا نختار مثلا ماتيريال خشب دوت مثلا. طيب نختار بقى دول كلهم نفس الماتيريال. ودول هدخل هنا اديله ماتيريال مختلف شوية. تمام، ممكن نديله مثلا الماتيريال دوت بالشكل دوت. دول برضه ممكن تديهم ماتيريال مختلف، والحتة دي برضه الحتة دي ممكن تديها ماتيريال برضه مختلف. دلوقتي هنضيف الحوت، هروح للسيستم واقول له بلومنج فيكتشر. لو هو لسه حوت هقول له لود فاميلي، وابدا ادور على الحوت. الفاميلي بتيجي معاه المشروع في بروجرام فايل اوف ديسك ار بي تي لايبراري. وبعد كده تشوف انت هتشغل مثلا باني حاجه مثلا انجلش. وبعد كده اختار البرنامج فيتشر. وبعد كده ممكن تقول له ام بي او اركتكتشر. الفرق بينهم ان بيبقى فيه كونكتور بحيث ان توصل المواسير. فانا هاجي هنا هقول له لابراتيس، هتلاقي اكثر من حاجه لو انت حابب. الفرق بينها ان بيبقى فيه كونكتور. طيب سينك، ده انواع اهي السينك. في هنا كيتشن دوت ودبل. طيب نقول مثلا نختار دوت اوين اهوت. طيب هتقول بقى ال اهوت، محتاج ان انا اعمل له الاوبننج بتاعته. فهاجي على المطبخ دوت واقول له اديت انجليس، واقول له وريني الشغل فين اهوت. طيب هبدا اعمل اوبننج، هقول له فويد فويد اكستروشن. طيب وهبدا سيت مثلا اللون بتاعتي مثلا من هنا لهنا. هنجي يطلع شوية بالشكل دوت. بقول له فينيش موديل. دلوقتي بقى معايا عندي المطبخ بكل التفاصيل بتاعته بالحوت. الحاجات دي ممكن تعملها برضو في مثلا ال. طيب خلينا نعمل الفرن. طبعا هتلاقيه جاهز، بس احنا بنتكلم لو انت في حاجه ما لهاش جاهزه وعايز تعملها، تعملها ازاي؟ تمام، قول مثلا نعمل فرن في المنطقة ديت. فاقول له architecture واقول له set، واقول له انا عايز ابدأ اشتغل مثلا على. ممكن تختار دور او بيك ابلان، تختار انت هتشتغل هنا مثلا. واقول له هنا architecture
وتبدأ مثلا ترسم الكورد، وهنرسم مثلا حتة رخامة هنا، وهنرسم أي حاجة. تمام. طيب هقول دلوقتي أنا عايز أبدأ أرسم كومبوننت موديل إن بليس. أوكي، وأقول له اعمل لي اكستروشن بالشكل دوت حسب الماس اللي انت عايزه اهوت. اوكي تمام. طيب محتاج ايه برضه عشان نبدأ نقول ده فرن؟ اول حاجة تديله الماتيريال لو انت حابب، ممكن تقول له نيو ماتيريال وتبدأ تحدد الخصائص بتاعتها. وقفل قبل ما نديها، هقول له مثلا ده الفرن اوبن. وهتيجي هنا تقول له الابيرنس، عايزين نشوف ايه الماتيريال اللي ممكن تكون مناسبة ليه، مثلا اللون الابيض مثلا اهو. تقدر تشوف شكله مثلا بالاشكال دي مثلا كيوب. وهنا هقول له خد نفس الشكل بتاع الريندر، لا للاسف الماتيريال دي مش هتنفع. اقول له appearance واقول له انا عايز ماتيريال دلوقتي. بقى هبدأ أحط مثلا العيون، فهقول له create وأقول له extrusion وأقول له set وأقول له أنا عايز الجزء اللي فوق دوت هحط عليه عيون. ودول هبدأ أشوف لهم ماتيريال تكون لونها أسود. اللون الاتشي ممكن تقول له create new material black. وابدأ اشوف الابيرنس ده الكلر، هقول له انا عايز الكلر ده يكون اسود. اوكي بالشكل دوت. طيب عايز ابدأ بقى ارسم باب هنا في قلب الكورن دوت، فممكن اجي هنا اشوف الادوات. عندي هنا سبيلت فيس، اقول له سبيلت فيس واختار الفيس دوت وابدأ ارسم مثلا عشان ابدا احط الماتيريال. هاجي هنا واقول له بنت وابدا اشوف حاجه تكون جلاسز. مثلا ديت نشوف لون يكون بحس ان تقدر تبقى شايف اللي جوه الفرن. تمام. ده مثلا هو نوع من انواع الفرش بتاع المطابخ. خلينا نشوف حيلة جديدة، وهي ان انا هعمل زي
حاجة هنا مثلا زي ايه، زي ستارة كده بسيطة هنا. طيب هاجي هنا، فكرة هتعلم اوامر بس ايه جديدة شوية. طيب هلغي الزرار ديت، وبعد كده هاجي هنا اتكشر واقول له كومبوننت واقول له موديل امبليس واقول له مثلا عايز جزور. طبعا اي حاجة من دول تقدر تختارها. طب لو انا اخترت حاجة غلط وعايز اعدلها، هتيجي عند فاميلي كاتيجوري وتقول له مثلا لا ده دي مثلا فرنتشر، وهكذا تبدأ تغير الحاجة اللي انت عايزها. طيب انا دلوقتي هاجي هقول له انا عايز اعمل بلنت، تمام، وهبدأ اختار الامر دوت او اي امر تقدر ترسم بيه اهو، وهبدأ ارسم القاعدة بتاعتي. بالشكل دوت. طيب وبدول هاجي عليها كده واقول له انا عايز اعمل لها اوفست، خلي دي مثلا 01، حاجة خفيف خالص، تمام. وتقدر توصل بينهم من خلال لايت مثلا او ارك بالشكل دوت، وبرضو الناحية التانية. تمام اقدر اخد الشكل دوت او ارسم شكل تاني فوق، اقول له كوبي وبعد كده اقول له ايه توب. دلوقتي اللي انا هرسمه هيترسم فوق، ملناش دعوة بالتحت خالص. ممكن اقول له الاين فروم كليب بورد، تمام، وننزل في نفس المكان، هحركه بس حاجة بسيطة، تمام، او اغير فيه ارسم واحد جديد، تمام. ممكن اقول له لا ده انا عايز اعدل بقى، تبدأ تعدل ترسم واحد جديد زي ما لو انت حابب اهوت، تبدأ تعدل، تمام، تبدأ تعدل. انا عايز ارسم واحد جديد قريب من التحت بس مختلف عنه، فاقول له هنا عايز ابدأ ارسم هنا. بس وادوس انتر، وبعد كده هقول له انا عايز اوفست نفس الاوفست اللي تحت اهوت، وبعد كده هبدأ ارسم بالشكل دوت. اقول له اوكي، بيبدأ هو يوصل بينهم. اعمل سيلكت كده اهوت، ده الشكل، هبدأ اسحب كده لفوق، والشكل اللي تحت هبدأ اسحب بالشكل دوت. هتلاقي الستارة اهيت. طيب ممكن نبدأ نزحها شوية اهوت. طيب انا عايز ابدأ اديها ماتيريال يكون فيها شوية شفافية، تمام اهوت. فابدأ ادخل في الماتيريال، نقدر تشوف هي واخدة الماتيريال ديت، لا احنا عايزين ماتيريال تانية، ياريت لو في اي حاجة مثلا ديون سوليد في كورنيش ستار اهيت، تمام. هنديها بعض الشفافية، اوكي. في الرندر هيبدأ يبان معايا الشفافية دي، او تقدر تعمل سيلكت وتدخل برضو على الماتيريال من ابيرنس، هتلاقي ترانسبيرنسي، وتبدأ تتحكم وتبدأ تحط مثلا صورة عليها، اي صورة انت تكون حاببها، وهكذا. طيب قول ان احنا عايزين نحط المراية هنا، تمام. عايز ابدأ احط مراية هنا، طبعا المراية الاغلب بيكون في الحمام، في غرفة، في
غرفة النوم، بس ممكن تكون في المطبخ عادي. طيب هنقول له create، وهقول له انا عايز اعمل extrusion، او ماشي خليها extrusion مفيش مشكلة. هقول له انا عايز ارسم على الحيطة ديت. طيب وهبدأ ارسم شكل مثلا كده اهوت، ده الاطار بتاع المراية. اقول له اوكي، طبعا الاطار هيبقى حاجة بسيطة خالص يعني حاجة رفيعة. تمام، وبعد كده هبدأ ارسم المراية هنا. احنا شفنا قبل كده ازاي نحط صورة، فهنشوف ازاي نحط مراية. اقول له اكستروشن، بوينت زيرو 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 فايف وان. تمام بالشكل دوت. دي بقى ممكن تديله ماتيريال مثلا خشب ستينلس زي ما انت عايز، مثلا نيجي هنا عند المراية. هقول له انا عايز ادخل هنا، عايز يخلينا نعمل ماتيريال جديدة، كريت نيو ماتيريال سميها ميرور. بيقول لي الميرور موجودة. طيب تعالى نشوفها الابيرنس بتاعتها، اهو ده الميرور بتاعتها الجرافيكس. ممكن ندخل نجيب ماتيريال تانية. بيقول لي في ديت وفي ديت وفي الماتيريال ديت. طب نجربها في الرندر ونشوف ايه اللي هتنفع ولا لا. تمام طيب خلينا نخش كده في المطبخ بتاعنا. اقول له فينيش، اقول له دلوقتي بقى ان انا عايز احط الكاميرا، وهو الكاميرا من هنا لهنا. الشكل دوت. طيب دلوقتي هنعمل له ريندر بسيط، او نجي هنا نقول له رياليستيك فيبدأ يجيب لك الشكل. بالشكل دوت. طيب خلينا نعمل سيلكت على الماتيريال ديت. طيب لو انت جيت هنا تقدر تقول له انا عايز بالكلر بحيث يبقى التعامل خف شويه. خلي بالك لما تعمل سيلكت على الحوض بيبدا يجيب لك وصلات، ان انت تقدر توصل الميه وتوصل الدرينج والحاجات دي كلها. طيب عايزين نضيف الاناره للمطبخ بتاعنا، وهنروح للسيستم هنلاقي هنا اللايتنج فيكتشر. تمام دي مثلا كنا استخدمناها في المرة اللي فاتت، هتقول له ده ارتفاع 2 متر مثلا، هنضيف واحدة هنا مثلا وواحدة تانية هنا. الاتنين مظهروش، خلينا نشوف 3D موجودين اهوت. تمام طيب غالبا ما ظهروش لحاجه من الاثنين، يعني حاجه من الاثنين، يا اما الفي في اللايتنج فيكتشر مش متفعله، او الفيو رينج. الفيو رينج وصل لحد 1500. طب خليه 2.2 هيبدا يظهر معاك بالشكل دوت. يعني خلينا نرفع دوت. طيب عايزين نضيف إنارة برضو،
هقول له هنا من سيستم انا عايز اضيف لايتنج فيكتشر، شوف ايه الحاجات الموجوده. طيب انا عايز اضيف حاجه، دي ممكن تحطها في تعلقها في السقف، تمام، بس لازم تكون واقفه على السقف. ممكن احط اناره لايتنج، اقول له لود فاميلي، واقول له انا عايز ادخل في اللايتنج فيكتشر، الفيكتشر انترنال. تبدأ بقى تشوف ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. ده تيبل، حاجة تحطها على الترابيزة، دي ممكن مثلا في غرف النوم، دي تيبل لامب، دي وول لامب تحط على الحيطة. حاطين احنا واحدة فعايزين نغير شوية، تمام، دي بالشكل دوت. طيب خليني اقول له اب، ونشوف برضو الام اي بي انترنال، دي اغلبها بتحط على السقف زي ما انت شايف. عشان في العلامة ديت مع جدنا نحط سقف. ده فلور لامب، بندت لايت، تيبل، تيبل لامب. مفيش حاجة خاصة بالمطابخ. طيب هختار مثلا اللمبة ديت وابدأ اشوف حتى على ارتفاع ايه، ايه عايز احط على الفيسز. طيب حط مثلا واحدة هنا وواحدة تانية هنا، تمام، وشوف ال 3D تبقى بالشكل دوت، ودي بالشكل دوت. ممكن نرفعهم شوية، بحيث لو انا قلت له اعمل لي رندر وابدا اختار، اقول له دخل لي الشمس هتدخل من الحتة الصغيرة دي، تمام، اقول له رندر، انا عملها درافت، لو عليت هياخد وقت اطول بس هيديك جودة اعلى، دي اقل جودة ممكن نخسر عليها. امر رندر يبان لك ان هو مفهوش امر كتير، بس هي الفكره كلها ان انت بتظبط الماتيريال الاول وبتظبط الشغل بتاعك الاول بحيث تطلع حاجه كويسه، بدا يجيب لك الحاجه بشكل دوت. فاحنا محتاجين نزود الاناره او نفتح الصوره، لينا ان احنا نفتح الصوره باستخدام ادجستمنت ديت. خلي بالك الرساله دي بيقول لك ان في بعض الصور المفروض تبقى موجوده بس هي مش موجوده، تمام. يجي معانا بالشكل دوت. طيب احنا عايزين نفتح الصورة، هنيجي هنا نقول له عايز اعمل هايلايت، عايز الشادو، عايز تغير في الالوان شوية، لايت، تقول له اوكي، ولما تخلص ممكن تسيف الصورة دي في المشروع او تسيفها في الاكسبورت. طيب هتقول له رندر تاني. محتاجين نزود إنارة، بس لاحظ إن المراية شغالة بتعكس الحاجة اللي قدامها. طيب أنا عايز أجي على الماتيريال ديت، إديت إن بليس، أعلم على دي بس وأقول له إديت. الزرار اللي إحنا دوسنا عليه ده معناه إيه؟ بيقول لي أنت عايز تشوفها فين، في البلان ولا في الفرونت ولا في الليفت. أنا شايفها في كل الاتجاهات. طيب لما اديت اللاين ليفل اللي هي دي، لو هي كوارس وشلت العلامة دي يبقى مش هتظهر معاك، لو هي ميديم انا قايل له تظهر في جميع الاحوال، تمام. طيب هاجي هنا دلوقتي بقى في الماتيريال، تمام، بتاع ديت، واقول له ان انا عايز اجيب ماتيريال تانية، واختار مثلا حاجة يكون فيها اضاءة ذاتية زي ليد مثلا، ليد. ممكن نختار مثلا الماتيريال ديت زي ما انت شايف، الإضاءة عالية جدا، تمام، نقدر نقللها من الانسيتيتي.
طيب خلينا نشوفها بقى في موضوع الريندر. هتلاقي بدأت هي تلمع. طيب فينش موديل. خلينا نقول له رندر. احنا مختارين درافت تمام، فما تقلقش من جودة الصورة، لو اخترنا اعلى هتدينا جودة اعلى. طبعا تقدر تضيف مثلا رفوف زي ما اتعلمنا في هنا، شايف الإنارة هنا، خلينا الواجهة بتاعت الإزاز دي تعمل إنارة. طبعا الجودة بتبقى أعلى بكتير لو أنت سامح غير درافت. إن شاء الله يبقى في محاضرة خاصة بموضوع الريندر، وبالذات إن في أدنس كتيرة بتسهل علينا الشغل. بس هو الريندر بتاع الريفت معقول، لو ظبطت الإعداد بتاعته بيديك صورة معقولة. طيب قبل ما نخلص هنرجع تاني للمسقط الأوكي، وعايزين نبدأ نعمل فرش للحمام. من سيستم هتلاقي بلانج فيكتشر، تبدأ بقى تختار الحاجة اللي انت عايز تضيفها، مثلا شاور اهوت في المكان دوت. تمام، مش قايل ان هو لازم يتحط على حاجة، في حاجات بتبقى هوستد وحاجات مش هوستد، في حوض مثلا. تمام، ده هتديله بس الارتفاع بتاعه وتبدأ تحط الحوض زي ما انت عايز. في قاعدة دبليو سي اهيت، تبدأ اشوف هي طالبة ايه، هدوس مسطرة عشان اختار الاتجاه بتاع القاعدة بالشكل دوت. فيبقى احنا كده فرشنا الحمام اهوت، ودي المية والدرينج، ده الدرينج ودي الوصفة بتاعت المية. لو انت عايز تقول له درو بايب وتبدأ ترسم حسب الاتجاه بتاع البايب وهكذا. بس ده طبعا البايب والحاجات دي في الجزء بتاع شغل الصحي. طيب لو انا عندي المخطط بالشكل دوت وعايز اعمل رندر ليه، هتيجي هنا تيجي تعمل رندر هتلاقي مفيش اداة الرندر اللي هو عامل زي ابريق الشاي دوت. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اروح للثري دي واجي هنا واقول له oriented to view، وابدأ اختار البلان اللي انا عايزه، وليكن مثلا الدور الاول العلوي، فهو يبدأ يعمله لي بالشكل دوت. انت بقى ممكن تظبط مثلا تشوف ايه اللي محتاج تظبيط. تمام، يعني شايف مثلا ان انا المفروض انزل سنة كده، واقول له اعمله بالشكل دوت، وشوف بقى لو انت عايز تظبط الوان مش الوان هتطلع معاك زي ما انت عايز. وبعد كده هتلاقي الابليكيشن ده اتفعل معاك، فتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل رندر للصورة ديت، وتقدر تغير الالوان بتاعت الفلور بحيث ان انت تدي نفس الالوان اللي انت هتاخد الشغل ده تعمله في الاوتوكاد. في ساعات الناس بتعمل في الاوتوكاد وناس بتعمله في الفوتوشوب، فلا ممكن تلون وتدي كل حاجة في اللوحة هنا في الريفت. يعني ممكن تعمل سيلكت مثلا على الفلور دوت مثلا، تمام، وتدوس هنا وتقول له فرايت، يعني انا عايز اديله لون مختلف، وتبدأ تشوف ايه اللون اللي انت عايز تدهوله. تمام بالشكل دوت. ممكن مثلا هنا اهو، ممكن ده مثلا الفلور ده عايز تديله لون مختلف، هتقول له ده كل ده عايز تديله لون مختلف. تمام، هتقول له غريت باي اليمنت، وتبدا تديله اللون اللي انت عايزه. طب انا عايز ادي جزء معين، يبقى انت هتشوف بقى موضوع الماتيريال، تغير الماتيريال. تمام، او ممكن تستعمل بقى اداه اللي هي الموديفاي اللي احنا اتكلمنا عليها اكتر مره، ان انت تعمل سبريت فيس وبعد كده تدي لون معين. فالاداه دي الطريقه دي ان انت تعمل كده هتخليك تعمل رندر بشكل قوي زي ما انت عايز. طب لو انا عايز اعمل رندر لسكشن، شوف السكشن اللي انت عايزه، هتلاقي صعب تعمل رندر عليه، فبتشوف ده اسمه ايه، وتروح برضه لل3 دي وتدوس هنا وتقول له اورينت تو فيو، انا عايز سيكشن قطاع تو تو. تبدا بقى تشوف موضوع الالوان، وبعد كده تقول له رندر، يبدا يعمل لك الرندر بشكل قوي.
هقول له دلوقتي اعمل لي الرندر، هبدأ اقول له ده اكستيريور، انا عايز شوف بقى انت عايز الشمس لوحديها ولا مع ضوء صناعي، وممكن بقى تقول له الستايل بتاعك، ممكن تقول له ايمج وتختار صورة تبقى خلفية يعني زي مثلا صورة سماء او حاجة زي كده، وتقول له اعمل رندر، فيبدأ يعمل لك رندر للقطة ديت، يبدأ يظهر معايا بالشكل ده. تمام، تقدر انت بقى تغير الخلفية ديت، تخليها زي ما اتفقنا، تقدر تخليها صورة، تخليها سماء زي ما انت عايز. احنا قلنا له صورة ومحضر الصورة، فممكن تحط انت الصورة اللي انت عايزها، ممكن تضيف الظلال، تلغي الظلال زي ما انت عايز.